بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن شهر رمضان شهر يقبل فيه المسلمون على أنواع الطاعات، يطلبون من ربهم الرضا والمغفرة، فهو منطلق إلى الخير. ولكن هذا الخير وهذا الإقبال يجب أن يستمر بعد رمضان، ولا يكون محدودا برمضان ثم يعود الإنسان إلى الغفلة بعد رمضان وإلى مزاولة ما كان يعمله من الأعمال السيئة، فإن هذا لا تقبل منه أعمال رمضان إذا قصر هذا على رمضان، إذا قصر التوبة وقصر الأعمال الصالحة وتلاوة القرآن على شهر رمضان لا يقبل منه، لأن من شروط التوبة أن يعزم لا يعود إلى الذنب الذي تاب منه. الذي لا يتوب إلا في رمضان ثم بعد رمضان يعود إلى ما كان عليه من الغفلة ومن الإساءة لا تقبل توبته في رمضان، وهذا أمر يجب أن يتفطن له. صحيح أن الإنسان ينشط في رمضان أكثر من غيره، ولكنه لا يكون في نيته أنه إذا انتهى رمضان يعود إلى الغفلة وإلى مزاولة الأعمال السيئة. هذا هو الواجب على المسلم، أن يكون كل دهره رمضان، ليس التوبة والأعمال الصالحة محددة في رمضان. قال عيسى عليه الصلاة والسلام: وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني، قال عيسى عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والاستقامة معناها أن الإنسان يستقيم دائما وأبدا، لا ينقص عن الاستقامة في وقت آخر، فهذا أمر يجب التفطن له. فما رمضان إلا موقظ للغافلين، ومنشط للكسالى، ومذكر بالآخرة، فهو منطلق إلى الخير فيما بعد رمضان إلى نهاية الحياة. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، حتى يأتيك الموت. فليس لعمل المسلم غاية ونهاية دون الموت. هذا هو الذي يجب على المسلم في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. فما رمضان إلا منطلق إلى الخير، ومنبه للغافل، ومعود على الطاعة، فهو إنما هو موسم خير يدعو إلى ما بعده من الأوقات أن يستغلها المسلم دائما وأبدا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فالذي يظن أن العمل الصالح والنشاط وإنما هو في رمضان فقط، فإذا خرج رمضان فتر الإنسان وعاد إلى حاله السيئة. ذكر لبعض السلف أن قوما يجتهدون في رمضان، فإذا انتهى رمضان انتهى اجتهادهم، فقال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالمسلم دائما مع ربه ما دام على قيد الحياة،
كما قال عيسى عليه السلام عن ربه عز وجل: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وفي الآية الأخرى: والذين هم على صلاتهم دائمون. فالواجب على المسلم أن يستغل أوقاته ومدة حياته في العمل الصالح من فرائض ونوافل، ولا يخص ذلك بوقت دون وقت أو بوقت معين. نعم، ينشط في مواسم الخير أكثر من غيرها، ولكن لا يقتصر عليها. هذا هو واجب المسلم مع العمل، أن يستمر على عمله الصالح حتى ينتهي أجله. أما من حدد وقتا يجتهد فيه في العمل الصالح ثم إذا انتهى هذا الوقت يعود إلى التفريط والإضاعة، هذا حري لا يقبل منه ما عمله في موسم الخير. والله جل وعلا هو المطلع على السرائر والنيات، وهو الذي يجازي العباد على أعمالهم ويحاسبهم عليها. فالمسلم يجتهد في كل حياته ويخص مواسم الخير بمزيد اجتهاد، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.